نزلنا الشارع وسألنا الناس أي طعم شيبسي من الخمسة الجداد هيختاروه، وطلبنا منهم يثبتوا لنا حبهم لطعم اللي اختاروه وصوتوا له أكتر بتحديات مختلفة. اخترت انهي طعم؟ اخترت الشيبسي بطعم ايه؟ اخترت ايه من اطعمة شيبسي الجديد؟ اخترت الشيبسي بطعم ايه؟ اخترت ايه من اطعمة شيبسي الجديدة عم موجودة؟ الزيتون الاسباني اسبانيا، زيتون الاسبان، شيبسي بالزيتون الاسباني. اخترت طعم الزيتون الاسباني، الشيبسي بطعم الزيتون الاسباني. السلام على طعم الزيتون الاسباني، ده حاجة تانية خالص. انتوا ايه بتجيبوا الحاجات دي منين؟ زيتون اسباني، طعم الزيتون الاسباني، الزيتون البرازيلي. الاسباني ولا ايه؟ بجميع طعم يعني بكل حاجة. زيتون اسباني. اشمعنى الاسباني؟ انا لما روحت اسبانيا كان بالنسبه لي الموضوع مختلف جدا. اتفرجت على الناس وهي بتعمل شوبينج، لقيتهم بيجروا، فلقيتهم سرعه جدا، فعشان كده هتلاقيني وانا باكل هتلاقيني باكل بسرعه. اشمعنى الزيتون الاسباني؟ الزيتون الاسباني حلو كده مع الاكل، بقدر اكله في اي وقت، طعمه جميل جدا. عادي بحب الزيتون. وبعدت على 60-60 ولا لا؟ جاهزين للتحدي الاسباني؟ جاهزين 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 جاهزين. ادخل جوه. اتفضل. حد فيكم هينشن في بق التاني زيتون اسباني؟ هو مين؟ الله. مع كل زيتونه بيقدر اللي واقف يمسكها ببقه هتتحسب لك بصوت لصالح الزيتون الاسباني. اتفضل اتفضل. ياه عايزين ما شاء الله من اول مره. يا سلام، ده ايه ده؟ في العارضه في الدرس الشمال يا خساره، مليان بروتين. لسه بتحب الزيتون الاسباني؟ الاسباني. اخلص اكياس كتير. قولوا لنا انتوا هتختاروا ايه وابعتوا لنا على 60-60 علشان طعمك المفضل يكمل معانا. Thank you.